الطلابية التربصات وكذا مشاريع. برنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي للجزائر ودولة ليبيا الشقيقة من أجل تعزيز التواصل بين الفواعل الجامعية الجزائرية والليبية وتطوير التبادل في مجال نتائج البحث العلمي التكوين المستمر إلى غير ذلك من المجالات الحيوية التي تخص القطاعين. كما كانت هذه مناسبة لنا لتوقيع على اتفاقية توأمة، أول اتفاقية توأمة بين الجامعة جامعة الجزائر واحد وجامعة طرابلس، وهي أول اتفاقية توأمة بين جامعة جزائرية وجامعة عربية. أريد أن أشيد يعني بما شاهد الوفد وأنا شخصيا من تقدم في هذه الدولة، سواء كانت على مستوى المؤسسات، على مستوى زيارة الجامعات أمس وبعض المراكز البحوث، يعني سعدنا بينا في بلد عربي يعني يسير بهذه الخطى اللي لا شك يعني نستفيد بها في أغلب الدول العربية. فتحية لكم من الأعماق حكومة وشعبا وطلابا ومؤسسات، يعني سعداء بهذه الجهد. الاتفاقية ستسمح للطلبة للأساتذة التعاون بين الدولتين في إطار البحث العلمي، ممكن حتى كذلك في إطار إنشاء مجلات علمية تكون محكمة بأعضاء من الدولة الليبية وأعضاء من باحثين جزائريين وكذا دول أخرى. إذن هذه الاتفاقية تعطي تعزيز علمي مشترك، نتمنى أن يعود بالفائدة على الأسرة الجامعية. حوالي 114 مؤسسة جامعية، لكل مؤسسة جامعية اتفاقية توأمة مع زميلاتها الدولية 30 39 في وقت الحالي.